السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى اختبار ومراجعة لمادة الأحياء للصف الأول أثناء ومسارات موجودة على القناة. أكثر من اختبار يمكنك الاطلاع عليها في القناة. العلاقة بين حيوان الكسلان والطحالب الخضراء: تطفلية، ترممية، تكافلية، تعايشية، تكافلية. بروزات تشبه الشعر، تغطي جسم المخلوق الحي جزئيا أو كليا، وتوجد في الطلائعيات، الأهداب، الأصوات، الأقدام الكاذبة، النتوءات، الأهداب. تتكاثر الهدبيات لا جنسيا بواسطة التبرعم، الانشطار الثنائي، التجزؤ، التجديد، الانشطار الثنائي. يغطي جسم البراميسيوم طبقة خارجية تدعى أو تسمى الجليد، الإكتوبلازم، القشيرة، الغشاء البلازمي، القشيرة. ينتقل طفيلي بلازموديوم الملاريا بواسطة ذكر بعوضة الأنفليس، أنثى بعوضة الأنفليس، ذكر ذبابة تي تي سي، أنثى بعوضة تي سي سي، أنثى بعوضة الأنفليس. الذي يسبب مرض النوم الأفريقي هو التريبانوسوما البلازموديوم الأنفليس تي سي تي سي. تي سي تي سي من الأمراض التي ينقلها البعوض: التيفود، الطاعون، الملاريا، السل، الملاريا. أي المخلوقات التالية من اللحميات: الأميبيا، البراميسيوم، اليوجلينا، البلازموديوم. الأميبا. البراميسيوم من الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات: البكتيريا، النباتات، الفطريات، الحيوانات. ذبابة تي تي سي تنقل مرض الأمريكي، النوم الأمريكي، النوم الأفريقي، السل، الحمى، النوم الأفريقي. تضم الطلائعيات أنواع مختلفة تشترك في صفة واحدة، وهي حقيقة النواة، عديدة النواة، خلايا التغذية، نوع التكاثر، حقيقة النواة. الفجوة المنقبضة في اليوجلينا تنظم البناء الضوئي، حركة الحيوان، هضم الغذاء، طرد الماء الزائد، طرد الماء الزائد. في اليوجلينا الكاملة استخدام البقعة العينية في التكاثر أو للتكاثر، التغذية، الإحساس، الحركة، الإحساس. طحالب تمتص موجات الضوء المختلفة على عمق 100 متر، هي الحمراء، الذهبية، البنية، الخضراء، الحمراء. تظهر الطحالب في دورة حياتها نموا يحتاج لجيلين يسمى تعاقب الأجيال، تحوصل، اقتران، تمثيل، تعاقب الأجيال. البياض الثقبي من أنواع الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات، النباتات، الفطريات، الإنشاء، الفطريات. الفطريات تعيش داخل التربة وتصيد فرائسها بواسطة الخيوط الفطرية الفصلية العنقودية. صنفت الفطريات لأربع شعب حسب التركيب والتكاثر.
فطر الخميرة ينتمي إلى الفطريات الكيسية. فطر المشروم عيش الغراب ينتمي إلى الفطريات الدعامية. فطريات سميت بهذا الاسم لعدم وجود مراحل تكاثر جنسي في دورة حياتها الفطريات الناقصة. فطريات تتميز عن باقي الفطريات بإنتاج أبواق لها أصوات اللزجة المختلفة. وحدات البناء الأساسية في جسم الفطريات عديدة الخلايا الخيوط الفطرية. من الأمثلة على الفطريات الاقترانية فطر العفن، يستخرج البنسلين من فطر البنسليوم، أي مما يلي لا يعد من طرائق حصول الفطريات على الغذاء: البناء الضوئي. أحد الأمراض الفطرية التي تصيب الإنسان التهاب القدم الرياضية. أي مما يلي ينطبق على الحيوانات عديدة الخلايا: الهيكل الداخلي المكون من كربونات الكالسيوم يوجد في نجم البحر. نمو فرد جديد على جسم أحد الأبوين يعد تكاثر لا جنسيا بطريقة التبرعم. أي الحيوانات التالية عديم الإسفنجة الأنسجة عديم الأنسجة الإسفنج. الصفة التشاركية الأولى التي استخدمت في تصنيف الحيوانات الأنسجة. أي الحيوانات التالية له تناظر شعاعي قنديل البحر؟ أي من الأمثلة على الحيوانات ثانوية الفم الطيور؟ أي من المخلوقات التالية يمتلك تجويف جسمي كاذب: الديدان الأسطوانية. إن شاء الله أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.